الو، مصنع سكر حل ايامك؟ ايوه يا فندم، انا بتصل بس بخصوص الوظيفه. ايوه، انا كنت عايز اسال بقى على نوع الوظيفه. احرس سكر من نمل؟ ايه يا بنت كده، مش عايز حارس امن، انت عايز تسايق المصنع بشويه جاز، احنا نستهبل؟ السكر هيكرف؟ ما يكرف يا بني ادم، ايه اللي الذوق دي؟ صباح الخير. ايه يا ابني، انت كنت خارج ولا كنت نايم بالبدله؟ يا عم انا ما نمتش من امبارح. ما طبعا لما تقرا كل الجرايد دي لازم ما تكونش نايم من امبارح. طبعا، ما انت نايم في العسل، مش حاسس باي حاجه. صراحه يا كريم انا مش فاكر خالص ازاي انا نمت كده. انا كل اللي فاكره ان انا كنت بكلم ساره على النت وفجاه رحت في النوم. يا ابني انت بتقرا الجرايد ولا بتقطعها؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ كله من تحت راس هيثم. هيثم اعمل كده في الجزار يا سقه. انا عملت اي حاجه الا ان اسلف واحد صاحبي. يعني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش هي صرفت الفلوس اللي حلتها ومقابله التمثيل راحت. اجيب لك فلوس منين دلوقتي؟ قدامك اسبوع، هتدفع الفلوس ولا اخد الكمبيالات واديها للبوليس واحبسك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مش مصدقاكوا على فكره. بوليس ايه وكمبيالات ايه؟ انتوا الاثنين عاملين في بعض كل ده عشان شويه فلوس؟ عايز تحبسه عشان فلوس؟ على فكره انا هدفع ثمن البدله دي. يا حبيبتي يا بسمه. بكام البدله بتاعتك دي يا هيثم؟ 1500 والاستاذ واخدها ب 2000 بالقسط. ايه؟ لا احبسه طبعا. احبسه. ازاي كده؟ شفت؟ انا قلت لك مليون مره يا كريم ما تحطش جزمتك على الترابيزه يا اخي. ايه الاستهتار ده؟ وبعدين هيثم عمره يعني ما يحبسك. انت ما شفتش كان بيتكلم معايا ازاي؟ اهو اهو ليه بيكلمني عشان يقول لي فاضل له كام يوم ويحبسني. يا كريم ما تكبرش الموضوع قوي كده. طب اسمع بنفسك. قيل السداد يومان فقط لا غير، وفي حالة عدم السداد سيقوم صاحب الكمبيالة باتخاذ الإجراءات القانونية لحبسكم. نشكركم لحسن استماعكم لهذه الرسالة تيت، ولسماع هذه الرسالة مرة أخرى اضغط الرقم 2. تيت؟ أنا تقول لي تيت يا تيت يا ابن التيت؟ بس بس إيه هيثم اللي أنت بتعمله ده؟ انت بجد هتحبس كريم؟ يا حبيبي احبس مين؟ انا بعمل كده بس عشان اخليه يتنيل يدور على شغل، ما لقيتش طريقه احركه بيها غير كده. وانت ما لقيتش غير الموضوع ده يعني اللي تعمله؟ اعمل ايه؟ ما انت عارف كريم بروطه، بس اوعى تقول له. اوعى اقول له انه بروطه؟ كمان بيشتم. حبيبي اوعى تقول له ان انا مش هعمل حاجه عشان ما تبوظش كل اللي انا عملته. يا ابني حرام عليك، الواد هيتجنن. يعني استوى خلاص؟ على الاخر وبيقطع في الجرايد. طب اسمع بقى، انا عندي وظيفه في الشؤون القانونيه مكتم عليها عشان الواد كريم. هنزله تريننج اسبوعين وبعدين هثبته. واخر ميعاد للموضوع ده امتى؟ خليه يجي بكره، بس اوعى تقول له ان انا ليه علاقه بالموضوع، خليها مفاجاه. اتفقنا؟ لا خلاص براحتك بقى، انت عايز تحبسه وتمرمطه وتبهدل فيه وتخليه يقطع في الجرايد، دي حاجه هترجع لك. اعمل ايه؟ سلام. قال لك ايه؟ والله الراجل مصمص انه يحبسك ويمرمط بيك الارض وبيقول لك اخر ميعاد للدفع بكره. ليه يا عم؟ لسه فاضل يومين على الاسبوع. قصدي بعد بكره. يا خضتني. الحمد لله. يا نهار اسود. وفي في ايه؟ في ايه يا سيد؟ في ايه انت؟ ما تاخد الموبايل احسن. لا ما انا معايا. والله خده. لا ربنا يخليكي، انا بس جاي عايز اعرف انت عايز تشربي ايه؟ هات لي واحد ليمون. واحد ليمون؟ ونسى رشا؟ لا رشا في الحمام، اما ترجع ابقى اسالها انت بقى. وانا لسه هستناها لما ترجع، انا هخش لها الحمام. بقول لك يا كريم، انا ليا واحد صاحبي شغال في شركه عنده شغلانه كده في الشؤون القانونيه، ممكن يشغلك تحت التدريب. موافق؟ يا عم موافق، ان شاء الله تحت الناشئين وانا لاقي شغل. وانت كان عندك شغلانه وما قلتليش؟ يا اخي ما انت شايفني نايم صاحي من النوم يا اخي، انت غريب جدا. ليه ده؟ ما انا كنت هقول لك، وانت تروح له بس بكره ميعاد بكره بتاعك، روح قبله وكل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. يا عم انا جاهز من دلوقتي، كلمه بقى قول له ان انا جاي بكره. لا ما عارف. عارف ايه؟ بقول لك يا اخي هكلمه اقول له عارف نايم يا كريم. ده ايه ده؟ الله، هكلمه يا اخي، هكلمه خلاص. طب خلاص اللي تشوف، المهم اشتغل. ده غريب جدا. دي بسمه، مش عارف ليه يا كريم من ساعة ما سارة سافرت وهي ما بتبطلش مكالمات. أنا ملاحظ برضو الموضوع ده. حسيته؟ حسيته. أيوة يا بسمة. أيوة شادي، إزيك؟ الحمد لله، عاملة إيه؟ إيه كويسة. شادي بقول لك إيه، فاضي شوية تيجي الكافيه؟ بص على فكرة لو مش فاضي أنا كمان مش فاضي، عندي شغل. لا يا بنتي عادي، في إيه؟ أمال مالك بتسكت ليه؟ مفيش، أصل كريم جالي شغلانة جديدة يعني، فكنت مركز معاه مش أكتر. إيه ده بجد؟ طب إديهولي أبارك له. حاضر. الو، ايوه بس. الو، مبروك يا كيكو، الف مبروك، كونجراتيليشنز. رحمكم الله يا حبيبتي. ايه ده هو؟ ايه قلت ايه؟ انا مش فاهماك. المهم يعني كريم انا فرحانه لك قوي، واكيد اكيد رشا هتفرح لك قوي كمان. طب يا رشا فين؟ لا هي في الحمام.
يا نهار ابيض، ده سيد قال انه هيروح لها الحمام. انت بتقولي ايه؟ لا كريم، بقول لك ايه، لما تطلع خليها تكلمك. ها باي باي دلوقتي يا كريم، باي باي. روشة، انت كنت بتصرخي كده ليه؟ كنت بصرخ طبعا، تصوري ببص كده لقيته وقف لي بكل بجاحه. وعملت ايه؟ اديته على دماغه طبعا. تصدقينه بني ادم مهزق وما عندوش دم؟ بني ادم؟ لا بس ما انا بتكلم عن الصرصار. يا شيخه خضتيني، افتكرت السيد هو اللي دخلك الحمام. لا، سيد جالي قبل الصرصار. جالك الحمام؟ جالي قبل ما ادخل الحمام. خلاص خلاص، سيبك من سيد والحمام والصرصار، ليكي خبر حلو قوي عندي. خبر حلو وساكته؟ يلا قولي. كريم جاله شغل. ايه؟ كريم جاله شغل؟ بتتكلمي بجد يا بسمه؟ الله، انا مبسوطه قوي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. اخيرا اخيرا هيرحمني من الايجار وهنتجوز يا بسمه. احنا كده هنتجوز اصلا، كريم لما يجي له شغل احنا كده هنتجوز. بس انت عرفتي منين؟ من سيدي، كنت بكلمه وقال لي، وانت كمان كريم كان عايز يكلمك بس انت كنتي في الحمام. يا خساره، انا مبسوطه قوي يا بسمه، بجد مبسوطه، كريم اشتغل اخيرا. ايه ده؟ انت عرفتي من شادي؟ سمعتي بتكلمي شادي كتير قوي، انت ايه حكايتك يا بسمه؟ حكايتي ايه؟ مفيش حكايه ولا حاجه، كل الموضوع يعني ان شادي كده حاسه انه حزين وحاسس بالوحده عشان يعني ساره مش موجوده. يا حرام، حزين وحاسس بالوحده وانت بقى لها تونسي. بسمه انت بتكدبي، انت بتكدبي. انا بكدب يا رشا؟ انا بكدب؟ هكدب ليه يعني؟ رشا، انا بكدب فعلا، بس بجد غصب عني، كل ما بقول مش هكلمه بلاقي نفسي مسكت التليفون وبقول له الو. خلاص انت تاخدي قرار ان انت ما تكلميهوش وما تقوليلوش الو. ما هو ده اللي حصل فعلا. وبعدين لقيت نفسي ببعت مسج. صباح الخير محمود. هي دي شقه الاستاذ شادي؟ استاذ شادي، استاذ كريم واستاذ شادي. اوكي اوكي، طب حضرتك هو جاي له طرد مستعجل من المانيا وعايزينه يمضي لنا هنا بس بالاستلام. حضرتك شادي اكيد من ساره. اتفضل. لا لا لا، ده من المانيا يا استاذ. ايوه، ما هي ساره في المانيا. طيب ماشي، طب ممكن حضرتك تمضي لنا هنا؟ اوكي حاضر حاضر. هي قول لي بقى حضرتك، وانت هي بتعمل ايه في المانيا؟ ها؟ ها؟ بتعمل ايه؟ لذيذ قوي الراجل ده. طب لا مؤاخذه يعني، انا عايز اعرف يعني الطرد ده في ايه؟ ها؟ مش انت اللي جايبه، انا هعرف منين في ايه؟ ايوه بس انا حضرتك ما فتحتوش. وانت كمان عايز تفتحه؟ ما انا عايز اشوف حضرتك ايه اللي فيه. ايه يا عم الجدع ده، حشري قوي. لا مش قوي، ده جدا. بس يا راجل انت بصراحه يعني ومتطفل كمان، وحاولت اتعالج من الموضوع ده بس الحقيقه يعني ما عرفتش، والموضوع ده حضرتك عامل لي مشاكل في الشغل. يا ما يا ما يا ما يا ما. طب يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما. طب ممكن حضرتك انا افتح الطرد؟ ها افتح الطرد ونشوف في ايه. خد يا كريم نشوف في ايه حضرتك. نشوف في ايه. ايه يا عم القرف ده؟ الراجل ده انا كنت هضربه، ده حشر جدا. خلاص اهدى يا كريم بقى، انا مشيت يا حبيبي خلاص. طب اتفضل افتح الطرد يلا. حاضر. وفي ايه؟ وفي ده واضح ان انت من الناس الحشرين جدا اللي انت ما بتحبهمش. روح افتح الباب. طب ما تفتحوش لحد ما اجي. روح افتح الباب. ياما ياما ياما. ها فتحت الطرد. حضرتك نشوف في ايه بس؟ نشوف الطرد في ايه؟ ها؟ دول حشرين جدا. واللحظه اللي مسكت فيها الطرد بعد ما طردت كريم حسيت فيها ان ساره بقت بعيده عني. اي نعم انا كنت حاسس بالوحده من غيرها، بس كنت بكدب نفسي لحد اللحظه اللي مسكت فيها الطرد. وقتها حسيت ان الارتباط عن بعد ده شيء رخم ومش ظريف. بعد كده بعت كريم للشركة زي ما اتفقت مع هيثم. ايوه يا استاذ هيثم. ازيك يا منى؟ تمام الحمد لله. عمر، في شاب هيجي يسأل على واحد اسمه عبد العظيم، اول ما يوصل دخلوا لي على طول. حاضر يا فندم. على الله تقعدي تعكسي فيه، ده واد مؤدب ومرتبط. انا كمان مرتبطه. مرتبطه؟ انت هتستهبلي، انا مش لسه مفشكل معاك امبارح. ده ايه البلاوي دي؟ اول ما تخش الشركه هتلاقي سكرتيره اسمها منى، تقول لها عايز استاذ عبد العظيم، هتدخلك على طول. تمام تمام، فهمت هتعمل ايه ولا اقول لك تاني؟ فهمت. طب هتعمل ايه؟
في ايه بقى؟ في ايه يا ابني ما تركز شويه؟ خلاص هركز، انا هخش الشركه الاقي سكرتيره اسمها عبد العظيم، اقول لها ان انا عايز اقابل استاذ منى، هتدخلني على طول. ها؟ اقول لك. انت ما تروحش الشركه. انت تروح تدور على اي طوبه تخبطها فوق دماغك عشان ترجع لك الذاكره. يوم بقى يا شادي وراح عليا، دي اول مره اشتغل يا اخي. ما انا مش فاهم في ايه، مالك يا كريم يا حبيبي؟ انا نفسي افهم بس انت هتشتغل محامي ازاي؟ ما هي دي بقى المشكله، ان انا لما بتحط في اي موقف صعب بنسى كل حاجه. امال انا يا ابني مش راضي اشتغل محامي ليه اصلا؟ انا هقول لك، انت روح الشركه واللي تفتكره قوله، ده اذا اساسا ما نسيتش عنوان الشركه. انسى يا ابني وانا تلميذ، انا كاتبه في ورقه. كريم. ها؟ الورقه. شكرا. صباح الخير يا كريم. فتح يا عليمه، رزق يا كريم. ايه ده؟ كريم انت زعلان ان انت شفتني؟ هي مش مسألة زعل يا حبيبتي، هو بس مسألة تشاؤم. طب إيه كويس ان انا لحقتك علشان اديك السندوتشات اللي انا عاملها لك بنفسي. لا دي سندوتشاتي. خلاص يا سلمى هبقى اديكي فلوس بقى تجيبي اي اكل بعدين. طب ما تديها السندوتشات وتدينا الفلوس. ايه ده؟ كريم انت معكش فلوس؟ يا حرام يا حبيبي، سلمى هاتي مصروفك. كمان هتديله مصروفي؟ مش كفايه السندوتشات؟ عيب كده يا سلمى يا حبيبتي. والحاجات اللي هو عمال ياخدها دي مش عيب؟ لذيذة قوي سلمى. بس يوم. طب انا نازل عشان ما اتاخرش. كريم كريم استنى. خد دي علشان لو الاكل وقف في زورك وزورت تلاقي حاجه تبلع بيها. بقول لك ايه؟ ما تاخد الشنطه دي وتروح انت المدرسه بدالي. ماشي يلا سلام. ايه ده؟ احنا هنهزر يا جماعه، انا متوتر دلوقتي. منوره يا سلمى. بص قدامك يا. ايوه هي دي الشركه وهي دي السكرتيره. نسيت اسمها ايه؟ ابوف، ما قداميش غير ان انا اعمل زي الواد هيثم. انت فايزه؟ لا انا ما اسميش فايزه. ما قالتش اسمها ايه. طب هو حضرتك تعرف استاذ هيثم؟ لا على حسب. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ بصي انا مش فاكر اسمك بصراحه، بس هي دي الشركه وهو قال لي باين استاذ عبد العظيم. مش تقول كده، اتفضل هو مستنيك من بدري. شكرا. صباح الخير. هيثم عبد العظيم. كريم عبد العزيز. طب خلاص كفايه ابو ورا. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بشوف شغل. امال انا جاي اعمل ايه هنا؟ حضرتك جاي تشوف شغلك برضه، وانا اللي قلت لك الميعاد عشان تيجي تشوف. انا مش فاهم حاجه، يعني انت مش هتحبسني؟ انا احبس صاحبي؟ انت مجنون يا ابني، انا عملت كده عشان عايز اشجعك انك تنزل تدور على شغل. يعني انت وشادي كنتوا بتهزروا معايا؟ كنا بنهزر معاك. عشان انتوا كلاب. اديني عقلك. ايه ده؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ انا بيك انا بيك. النبي انت تعرفهم؟ طبعا منير مكرم وحسين مملوك بتوع الكاميرا الخفيه. عامة انا موافق انكم تذيعوا بقى وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. انت بتستهبل يا ابني، فين؟ تصدقت ان هم بجد ولا ايه؟ امال مين دول؟ انا علاء. وانا بهاء. بسم الله ما شاء الله، اختت اتنين هتقابلهم في الشركه والله. ربنا يخليك يا فندم. وانا ايه اللي يجبرني اقابل عيال زي دي؟ عشان دول اللي هيعلموك ازاي تشتغل يا حبيبي. تستقبل هيثم؟ اسمي استاذ هيثم، ومن هنا ورايح الاستاذ بهاء والاستاذ علاء هما اللي هيعلموك ازاي تشتغل، مديرينك. مفهوم؟ مفهوم. طب يلا بقى يا حبيبي عشان نوريك شغلك. وانا كمان مش هيتقال لي يا استاذ ولا ايه؟ لا انت لسه مستجد. يلا فوت قدامي. حاضر يا اسطى. ايه ايه يا استيز؟ بنحسب. اول حته. يوه يا شادي قلت لك مش عايزه. شادي انت واخد بالك انت اكلت كام حته لغايه دلوقتي؟ على فكره ما بحبش حد يبص لي في الاكل. ها؟ ايه؟ قصدي يعني الافتراء وحش، ارمي الحاجات دي ليه؟ ده انا مخلص واحده زي دي دستها في البيت بالعافيه. وايه اللي مخليك تاكل بالعافيه يعني؟ احكي لك. يعني عجبتك؟ طبعا عجبتني. طب انا عايزاك تاكلها كلها بقى. اشمعنى؟ عشان كل ما تاكلها تفكر فيا. حاضر يا بونبونايتي. يلا ساره ناطرك بالمطعم. ده صوت مين ده؟ ده حازم. مهند؟ بس يا ستي من ساعتها ما انا بطلتش لظ. لظ ايه؟ اولا اسمه لغ، بعدين ثانيا يعني هو اللظ ولا اللغ بتاعك ده يعني هو اللي هيخليك تحس انها جنبك؟ طبعا، بس هو محسسني بحاجه ثانيه بصراحه. ايه هي؟ زي ما تقولي كده تربك معوي. شادي انا حاسه كده ان انت مش مبسوط، متضايق كده صح؟ انا؟ لا طبعا انا مش طايق نفسي بس. شادي على فكره انت وساره يعني لازم تعملوا حاجه جديده كده، يعني عشان ما تزهقوش من بعض. صدق عندك حق. المره الجايه خليها تبعت لي تورته مكان الكيك. مش قصدي كده،
قصدي يعني لو انتوا متعودين تعملوا حاجه معينه غيروها، يعني لو مثلا انتوا بتتكلموا على الانترنت كلمها في التليفون، اعملوا حاجه جديده كده يعني من باب التغيير. عملنا كل ده، اتكلمنا على الموبايل، اتكلمنا على الايميل، اتكلمنا على الكام، اتكلمنا على الام اس ان، اتكلمنا على الياهو، اتكلمنا بالراحه، اتكلمنا بسرعه لدرجه ان احنا غيرنا ايميلاتنا عشان ما نزهقش، وبرده مفيش فايده. معلش يا شادي، هو الارتباط عن بعد ده كده بشع، رخم جدا يعني، وبعدين كمان بيخلي الواحد كده مش شايف اللي قدامه. قصدك ايه؟ قصدي يعني ان انت وساره لازم تحاولوا تقربوا من بعض اكتر من كده. يا بنت الايه؟ انت جبتي الفكره الجهنميه دي منين؟ فكره ايه؟ انا لازم اسافر لها. برضه مش قصدي كده. بسومه فتاخدي حته. هات. وحشه قوي، بتاكلها ازاي دي؟ يا كريم، مالك يا كريم؟ هو انت في حد ضايقك في الشغل يا حبيبي؟ قولي مين ما ضايقكش في الشغل؟ ده انا معايا ارخم خلق الله، علاء وبهاء. انا مفكر اقدم استقالتي. لا لا يا كريم، تقدم استقالتك ايه وانت لحقت تشتغل اصلا؟ احنا عايزين نتجوز يا كريم. وبعدين يعني لو في حد رخم انت المفروض تخليك ارخم منه. حس كده؟ اديني عقلك. الرخامه دي يا ربي. شفتي بقى؟ دول كمان عايزين نروح الديسكو معاهم عشان يهزقوني. لا لا لا، كله للتهزيق. لا يا كريم، انت مش مهزق يا حبيبي. خلاص لو كده بقى ما تروحش. ما انا لو ما روحتش هيدوني جزا. ما تيجي معايا انت يا حبيبتي. هاجي معاك؟ هاجي معاك الديسكو؟ انا اصلا بموت في الديسكو. وفعلا قررت اني اسافر المانيا عشان اشوف ساره، بدل الوحده اللي انا عايش فيها دي، لحد ما جت لي رساله من ساره بتقول ان موضوع ارتباطنا اللاسلكي ده شيء ممل، وهتكلمني عشان نشوف حل للموضوع. وفضلت مستنيها تتصل زي ما قالت لي في رسالة. ايوه يا شادي. ما اتصلتش يا بسمة. طب شادي ما تتضايقش عشان خاطري، وحاول تخرج كده يعني تفرفش شويه. واخرج وافرفش ليه يعني؟ ما انا ممكن البنت اللي انا مرتبط بيها تكلمني في اي وقت وتفرفشني هي. وبعدين اخرج ازاي وانا عارف ان انتمتي هتطلع كمان شويه على الهواء عشان تقولي النشره الجويه؟ بجد؟ يعني انت مش عايز تخرج غير لما انا اقدم النشره؟ طبعا يا بنتي. بصراحه كده عايز اعرف الجو عامل ازاي عشان اخد القرار اذا كنت اتقل او اخفف يعني. وانت في حد بيتفرج عليكي غيري؟ ايه ده ايه ده؟ على فكره انا معجبيني كتير جدا. معجبينك كتير؟ بقى مرت ايه؟ النهارده وانا جايه سواق التاكسي قال لي انا بتفرج على حضرتك. اكيد سعيد السواق. ايه ده، عرفت ازاي؟ يا بنتي ما هو بيقول لك كده عشان تظبطيه في الاجره. وطبعا يا اولاد انتوا عارفين ان الكذب ده اكبر غلط. قول لاصحابك الاول. عندك حق. ثلاث دقايق ونبقى على الهوا. طب بقول لك ايه، سلام دلوقتي. ايه، هو المخرج هيضربك ولا ايه؟ احتمال كبير غالبا يعني، اصلا هو مخرج رخم. سلام بقى، ها، باي باي دلوقتي. بس ما هو انت مصاحبه؟ لا، بتسال ليه؟ اصلي افتكرت اللي بتكلميه ده يكون صاحبك او حاجه. ايه ده ايه ده، انت بتتصنت عليا؟ اتصنت عليكي؟ اتصنت عليكي ازاي وانت مركبه مايك واكيد كل الكنترول روم دلوقتي سامعك؟ وعلى فكره ده شغل مش بروفيشنال خالص. ايه ده ايه ده، يعني المخرج سمعني دلوقتي وانا بغلط فيه؟ اكيد طبعا، بس هو روحه حلوه زيي واكيد مش هيزعل. المهم قولي لي، ده صاحبك؟ لا لا، صاحبي ايه، ده شادي. شادي ده صديقي عادي يعني، وبعدين كمان شادي مصاحب ساره، وساره دي بنت جميله وانا بحبها قوي قوي قوي. طب قريتي اللي كتب علينا اليومين دول؟ كتب علينا ليه؟ هو احنا بيتكتب علينا حاجه؟ بيقولوا ان احنا مرتبطين. ايه ده، معقول؟ ليه كده؟ ده طبيعي، اي اتنين بيزاروا مع بعض كتير لازم يطلع عليهم اشاعات. ايه رايك لو قطعنا لسانهم وارتبطنا؟ نعم. طب وايه المشكله؟ ايه ده ايه ده، لا انا مش بفكر خالص يعني ان انا اتجوز واحد معايا في نفس المجال. جواز؟ مين قال جواز؟ انا بقول نرتبط ببعض. وعلى فكره انا اتجوزت ثلاث مرات وفكره الجواز دي فكره فاشله جدا. تحب اجيب لكم اتنين ليمون؟ بصوا دي ونبقى على الهواء يا سادس. يلا استعد. هاي حبيبي، وحشتني. انت مش معبرني ليه؟ انا ما وحشتكش خالص. ساره. الو. بسمة. ايه يا بسمة. ازيك يا شادي؟ سوري ان انا بكلمك دلوقتي، بس كنت عايزه اطلب منك حاجه. ايه في ايه؟ شادي، ينفع تعدي عليا دلوقتي وننزل نخرج شويه؟ ساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه، اروح لبسمة ولا افضل قاعد مستني مكالمه ساره. بس ساره ممكن تكلمني وننهي علاقتنا ببعض. لو رحت لبسمة ممكن نقرب من بعض
وخصوصا اني كنت معجب بيها جدا. بس انا كده هبقى بخون سارة. وفضلت افكر، اروح لبسمة ولا استنى مكالمة سارة؟ اروح ولا استنى؟ اروح ولا استنى؟ اروح ولا استنى؟ رحت ولا استنيت؟ انتوا مستعجلين ليه؟ ما انا هروح الحمام وارجع اكمل لكم.